السلام عليكم. يوم احنا راح نحفظ محفوظة النظافة. أليست النظافة علامة الظرافة؟ الولد النظيف اي منظره منظره لطيف، وكلنا نكرمه ودائما نقدمه، ويحبه أصحابه والأهل والأغرابه. فكن نظيفا دائما، تحيا سعيدا نائما. نظافة الأبدان حقا من الإيمان. أسكن في حي النوري في مدينة السندباد، الواقعة على نهر طويل فيه جسور تزدحم شوارعها بالناس والسيارات نهارا. فيها مصانع وبنايات عالية أستاذ قتيل منثن تلميذ نشيد قال الأستاذ على شرحه اقرأ يا منثن. قال منثن أمام شرحه أنا أذوق العسل العسل لذيذ. أستاذ وقت لا ترام ذو ترامي ذو ما عام ذن مع ذن أو إس أستاذ قد قد إي قدير مؤن ذي منذرون ت إل ترمي ذن ترمي ذن ن إيش نشئ نشيطون قال منذرو علامة شرح أنا النظافة. ليست النظافة علامة الظرافة. الولد نظيف ومزرعه لطيف. وكلنا نكرمه ودائما نقدمه، يحب الأصحاب وأهل الغراب. فكن نظيفا دائما، تحيا سعيدا نائما، و
نظافة الأبدان. نظافة الأبدان حقاً. حقاً من الإيمان. صباح الخير، أني ليان. النظام الشمسي يتكون من الشمس والكواكب اللي هي عطارد، زهرة، أرض، مريخ، مشتري، زحل، أورانوس، نبتون. رائد يلعب مع الأولاد، رائد من فريق فائز، رئيس الفريق فائز، درب الفريق، الفريق نشيط، فاز الفريق أحسنت. واشتغل نسيت موت. ما هي الشمس؟ الشمس نجم كبير يشبه الكرة، متوهجة وملتهبة. ما أقرب نجم إلى الأرض؟ الكواكب. لا، أقرب نجم إلى الأرض؟ الشمس. ما مصدر الدفء والحرارة؟ الشمس. ماذا يدور حول الشمس؟ الكواكب والشمس. ماذا يسمى؟ النظام الشمسي. النظام الشمسي، جيد. الكوكب وهو جسم كبير ومستدير يدور في الفضاء حول النجم. شنو النظام الشمسي؟ كواكب والشمس. نبتعد عن الكورونا ونحافظ على صحتنا وترجع أيام المدرسة الحلوة. هاشتاغ خليك بالبيت، stay home. الشمس، العطارد، الزهرة، الأرض، مريخ، مشتري، الزحل، أورانوس، نبتون. الشمس نجم يشبه كرة كبيرة جدا، منتهبة متوهجة. هو النظام الشمسي؟ الكواكب مع الشمس. الكوكب جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول النجم. الشمس نجم يشبه كرة كبيرة ملتهبة ومتوهجة. عافية. مصدر الدفء؟ الشمس. وأقرب النجوم إلى الأرض؟ الشمس. عافية. 5+5=10، 6+4=10، 7+3=10، 8+2=10، 9+1=10. Good morning, teacher. I am Aya Ali, and this is English homework. Rami and the school trip. Susan and Rami are excited this morning. They're going on a school trip. They are going to a museum. They're going on a big bus. They get up at 6:30. They have breakfast. They have eggs, bread, cheese, and apple juice. Their backpacks are by the door. The bus comes. Everyone jumps on the bus. The teacher talks about the rules on the school trip. Sit quietly. Talk quietly. The teacher gives everyone a timetable. Here are today's timetables. At 1:00, everyone has lunch in the museum cafe. But where is Rami? The teacher calls loudly. Rami, Rami! The children shout loudly. Rami, Rami! Susan is crying. Rami, Rami, where are you? Rami, Rami! At 2:00, Rami comes back. He has a big smile on his face and is carrying the head of a big gold lion. Look, I made a lion! Amazing! Rami, how did you make it? Then everyone has a big surprise.
Ha ha, it was a balloon. Rami bought a balloon. After lunch, the children go to the museum shop to buy presents. They look at all the things on the shelves and think about how much money they have. I'm not going to buy any more balloons. I'm going to buy sweets. I'm going to buy cookies and crayons. سعد ماما شو تعريف الكوكب؟ هو جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول الشمس. كم كوكب احنا عندنا؟ ثمان كواكب، من ضمنهم الأرض. من ضمنهم الأرض. زين ذول الكواكب في دورانهم حول الشمس يكونون نظام، شو اسمه هذا النظام؟ النظام الشمسي. شمسي. ذول الكواكب دورانهم حول الشمس يكونون نظام، شو نسمي هذا النظام؟ شمسي. النظام الشمسي، عافية بالبطل. شنو تعريف الشمس؟ نجم يشبه كرة كبيرة جدا مرتهبة ومتوهجة متوهجة لأن ولكنها تبدو صغيرة لأنها بعيدة جدا عنا. زين ما هو الكوكب؟ جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول النجم. عافية. شنو هو النظام الشمسي؟ نظام الشمسي شمس وكواكب. عافية. زين شنو أسماء الكواكب؟ عطارد زهرة الأرض مريخ مشتري زحل. عافية. أورانوس نبتون. زين ما هو أقرب كوكب إلى الشمس؟ عطارد. زين وأبعدها منو أبعد؟ نبتون. شنو تعريف النجوم؟ جرم مضيء. لماذا تبدو صغيرة؟ لأنه بعيدة جدا. عفية حبيبي. طبعا الشمس هي أصغر أقرب النجوم إلى الأرض، لذلك نشوفها يعني كبيرة وواضحة، لأن هو حجمها كبير وأقرب النجوم إلى الأرض. في النهار ليش ما نشوف ضوء النجوم؟ لأنه تحط عليها الشمس. عفية بالبطل. الشمس يشبه كرة كبيرة متوهجة. نار، كتلة عبارة عن نار. شنو نستفاد من الشمس ماما؟ شو تعطينا؟ الضوء. اي الحرارة والدفينة. عفية. ويحتاجها الإنسان وبعد والحيوان والنبات. طبعا الشمس هي أقرب لو أبعد نجم للأرض. أقرب. عفية بالبطل. ليش نشوفها إحنا صغيرة؟ لأنه بعيدة. بعيدة. عفية حبيبي. يلا ماما سعد شو تعريف القمر؟ جرم صحري يشبه الكرة يدور حول الأرض مرة واحدة في الشهر. يبدو مضيئا، من أين يأخذ الضوء؟ يعكس ضوء الشمس عليه. تمام. ماما للقمر أوجه، عنده وجهين القمر. شنو هي؟ في بداية الشهر شلون يكون؟ في بداية الشهر الحلال. وفي منتصف الشهر؟ بدر. تمام. خمسة بقلبي وخمسة بإيدي، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ستة زائد أربعة. أربعة بقلبي، ستة بإيدي. مرحبا شباب، يوم أني راح أقرأ رياضيات.
اقرأ وياي. 9 + 10 = 10 + 11 = 12 + 13 = 14 + 15 = 16 + 17 = 18 + 19 = 20 + 21 = 23 + 24 + 25 = 26 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 + 35 = 36 + 27 = 28 + 29 = 30 + 31 = 32 + 33 + 34 +
تعريف الشمس النجم يشبه كرة كبيرة جدا ملتهبة ومتوهجة ولكنها تبدو صغيرة. ليش؟ لأنها بعيدة جدا عنا. يلا 6+4 يساوي 10 7+3 يساوي 10 8+2 يساوي 10 9+1 يساوي 10 5+5 يساوي 10 6+4 يساوي 10 7+3 يساوي 10 8+2 يساوي 10 9+1 يساوي 10 احنا صف اول بي. هو جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول نجم. عفوا، ما يتكون النظام الشمسي؟ شمس والكواكب. عفوا. 5+5 10 6+4 10 7+3 10 8+2 10 9+1 10 باي. الأرقام اللي تكون منها رقم 10 هي 1+9=10 2+8=10 3+7=10 4+6=10 5+5=10 أوكي. باي باي. هاي جايز. 5+5=5 10 6+4 10 7+7 10 8+2 10 9+1 10 أنا ديما علاء. ديما شنو الشمس؟ الشمس هو نجم يشبه الكرة كبيرة جدا ملتهبة ومتوهجة. زين ليش الشمس لماذا تبدو الشمس صغيرة؟ لأنها بعيدة عن الأرض. زين شنو الكوكب؟ الكوكب هو جسم كبير مستدير يدور حول الشمس. زين كم كوكب عندنا؟ 8. شنو هما؟ الشمس، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. أحسنتي. Yeah.
السلام عليكم أصدقاء مساتي. يلا بسم الله. ماي الشمس؟ ماي الشمس هي نجم. يشبه الكرة. كبيرة جدا. متوهجة. متوهجة. و. ملتهبة. وملتهبة. زين. ما هي كواكب؟ ما هي الكواكب؟ الشمس. لا ما هي كواكب؟ جسم. هي جسم كبير جدا يدور حول الأرض. مستدير يدور حول الأرض. زين. من يوم تكون نظام الشمسي؟ من 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 ال من ال الشمس وال والكواكب. ما عدد الكواكب؟ ما عدد الكواكب 8. يعني لما تبدو الشمس صغيرة؟ إنها بعيدة. جدا. جدا. ما تعطينا الشمس؟ الضوء والهواء والحرارة. ما هو أقرب نجم إلى الأرض؟ الشمس. العشرة تتكون من 5+5، 7+3، 6+4، 8+2، 9+1. اليوم عندنا درس علوم. اليوم عندنا موضوع النظام الشمسي. أموني، مما يتكون النظام الشمسي؟ من الشمس واثنين كواكب. شنو تعريف الشمس؟ نجم. نجم يشبه كرة كبيرة تكون الشمس مشتعلة ومتوهجة. عفية، أحسنت. زين، الكوكب شنو تعريفه؟ كوكب جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول نجم. عفية، أحسنت. زين، الكواكب الثمانية تدور وين؟ حول الشمس. أحسنت يا بطل. عدد لي الكواكب. عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. زين، من الكواكب أقرب واحد إلى الشمس؟ عطارد. والأبعد؟ نبتون. عفية، أحسنت يا أموني. زين، الشمس شنو تفيدنا؟ تفيدنا بالدفو. عفية. بالحرارة. أي. وتحمينا من البرد. عفية، أحسنت. زين، تفيد بعد غير الإنسان؟ لو بس الإنسان؟ تفيد الإنسان والحيوان والنبات. أحسنت يا بطل. زين، إحنا الشمس نشوفها كبيرة لو صغيرة؟ صغيرة. ليش؟ لأنها بعيدة جدا عنا. عفية، ممتاز أموني، شكرا. النظام الشمسي. الشمس، عطارد، زهرة، الأرض، مريخ، مشتري، زحل، Hello, Nibtone. Hello, teacher. I am Nadine. Rami and the school trip. Susan and Rami are excited this morning. They are going on a school trip. They are going to a museum. They are going on a big bus. They get up at 6:30. They have breakfast. They have eggs, bread, cheese, and apple juice. Their backpacks are by the door. The bus comes. Everyone jumps on the bus. The teacher talks about the rules on the school trip. Sit quietly, talk quietly. The teacher gives everyone a timetable. Here are today's timetables. At 1 o'clock, everyone has lunch in the museum cafe. But where is Rami? The teacher calls loudly, Rami, Rami. The children shouted loudly, Rami, Rami. Susan is crying, Rami, Rami, where are you? Rami, Rami. At 2 o'clock, Rami's come back. He has a big smile on his face and is
carrying the head of a big gold lion. Look, I made a lion. Amazing. Rami, how did you make it? Then everyone has a big surprise. Ha ha, it was a balloon. Rami bought a balloon. After lunch, the children go to the museum shop to buy presents. They look at all the things on the shelves and think about how much money they have. I'm not going to buy any more balloons. I'm going to buy sweets. I'm going to buy cookies and crayons. السلام عليكم. عمودي ما الشمس؟ هو نجم يشبه كرة كبيرة ملتهبة متوهجة. وتبدو صغيرة لأنها بعيدة جدا. أحسنت. الكوكب شنو تعريفه؟ هو جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول نجم. أحسنت. ما هو مصدر الحرارة والدفء في الأرض؟ الشمس. ما يتكون النظام الشمسي؟ من الشمس والكواكب. كم كوكب؟ 8 كواكب. أحسنت. تعددهم؟ عددهم؟ عطارد، زهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون. أحسنت. Suzanne and Lami are excited this morning. They are going on a school trip. They are going to a museum. They are going a big bus. They get up at 6:30. They have breakfast. They have eggs, bread, cheese, and apple juice. Backpacks are by the door. The bus comes. Everyone jump on the bus. The teacher talks about the rules on the school trip. Sit quietly. Talk quietly. The teacher gives everyone a timetable. Here are today's timetable. At 1 o'clock, everyone has lunch in the museum cafe, but where is Rami? The teacher calls loudly, Rami, Rami. The children shout loudly, Rami, Rami. Suzanne is crying, Rami, Rami, where are you? Rami, Rami. At 2 o'clock, Rami comes back. He has a big smile on his face and is carrying the head of a big gold lion. Amazing. Look, I made a lion. Lami, how did you make it? Everyone has a big surprise. Haha, it was a balloon. Lami bought a balloon. After lunch, the children go to the museum shop to buy presents. They look at all the things on the shelves and think about how much money they have. I am not going to buy any more balloons. I am going to buy sweets. I am going to buy cookies and crayons. It كون من عدد 10 من 5 زائد 5 6 زائد 4 7 7 زائد 2 3 8 زائد 2 9 زائد 1 أحسن موت. الشمس هي نجم تشبه الكرة الكبيرة و
ملتهبة ومتهجة متوهجة متوهجة و تبدو صغيرة تبدو صغيرة أنها بعيدة جدا. I am Rahiq. Rami and the school trip. Susan and Rami are excited. This morning they are going on a school trip. They are going to a museum. They are going on big bus. They get up at 6:30. They have breakfast. They have eggs, bread, cheese, and apple juice. Their backpack are they by the door. The bus comes. Everyone jumps on the bus. The teachers talks about the rules on the school trip. The teacher gives everyone a time the table. تكوين العدد 10. 5+5=10. 6+4=10. 7+3=10. 8+2=10. 9+1=10. The bus comes. Everyone jump on the bus. The teacher talks about the rules on the school trip. The teacher gave everyone a timetable. Assalamu alaikum. Said Ani Fahd Bilal. Susan and Rami are exciting this morning. They are going on a school trip. They are going to a museum. They are going on a big bus. They get up at 6:30. They have a breakfast. They have eight bread, cheese, and apple juice. They are backpacks are by the door. At
At 1 o'clock, everyone has lunch in the museum cafe. But where is Rami? The teacher called loudly. Rami, Rami. The children shout loudly. Rami, Rami. Suzanne is crying. At 2 o'clock, Rami comes back. He has a big smile on his face and is carrying the head of big gold lion. The everyone has a big smile. Surprise. After lunch, the children go to the museum shop to buy present the log to all the things on the shelves. And the think about how much money they have. وهاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هسا هاي تسعة شقد تصير حتى تصير عشرة؟ شقد تصير حتى تصير عشرة؟ شقد الراجل التسعة؟ راجل واحد. يلا ناخذ من الخمسة. عافية. واحد. زين، يعني بهذا المربع شقد تكتب بهذا؟ عشرة. عافية. زين الخمسة شقد صارت؟ خمسة؟ اي ما صار. اذا اخذنا منها واحد ايش قد تصير؟ اربعة. عافية، نكتب هنا. اي هنا ايش قد يصير الناتج؟ ايش قد يصير الناتج؟ اي يلا كتبي 14. صوت عالي ماما. هلا مس، انا راح احقق واجب الانجليزي قطعة 3 وقطعة 4. The bus comes. Everyone jump on the bus. The teacher talks about the rules on the school trip. Sit, please. Clock, please. 4. The teacher gives everyone a timetable. Today's timetable. Bye. Ashra. ثلاثة شو أخذنا وصار عشرة؟ عافية. وهذا أوكي. هسه هذا أخذنا خمسة وخمسة. ميمي صام وين هاي؟ راحت جوا. زين بعد ما شو أخذنا؟ أربعة. ها ستة. عافية. وأربعة. أي و 8 هنا شو نحط بالدويرة؟ هنا 10 زائد 1 11 يساوي 11. 10 زائد 2 يساوي 12.
عشرة زائد وسا ثلاثة يساوي 13. عشرة زائد أربعة يساوي 14. عشرة زائد خمسة يساوي 15. عشرة زائد ستة يساوي 16. عشرة زائد سبعة يساوي 17. عشرة زائد ما هو النظام الشمسي؟ الكواكب حول الشمس. خمسة زائد خمسة يساوي عشرة. ستة زائد أربعة يساوي عشرة. سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة. ثمانية زائد اثنين يساوي عشرة. تسعة زائد واحد يساوي عشرة. باي باي. الكوكب. الكوكب جسم كبير مستدير يدور في الفضاء حول النجم. تعريف الشمس. الشمس نجم يشبه كرة كبيرة جدا ملتهبة ومتوهجة، لكنها تبدو صغيرة. حول الكواكب. شمس نجم يشبه الكرة كبيرة جدا منتهبة ومضيئة، لكنها تبدو صغيرة لأنها بعيدة جدا عنا. الشمس تعطينا الضوء حرارة وتدفي الهواء والماء واليابسة. يحتاج إليها الإنسان، حيوان، نبات، يعني نعيش عليها على الأرض. الكوكب جسم كبير ومستدير يدور في الفضاء حول النجم. الكواكب ثمانية كواكب تدور حول الشمس. شمسية. الكواكب مع الشمس تشكل نظام الشمسي. عطارد، زهرة، الأرض، المريخ، المشتري، الزحل، الأورانوس، النبتون. زين بالإنجليزي. ميركوري، فينوس، إيرث، مارس، جوبيتر، يورانوس، نبتون. اليوم هنتكلم بالنظام الشمسي، هيتعلق بالشمس والكواكب الأخرى. أول كوكب عطارد، بعدها زهرة، الكرة الأرضية، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، النبتون.